التحول الصحي في مصر من خلال المنظومة ده حلم بنتمناه كلنا، لأن معناها إن أي مواطن ما يبقاش قلقان في أي لحظة في حياته هو وأسرته على العلاج، والعلاج مكلف والعلاج بيرهق الأسرة بل بيزيد من نسب الفقر إذا تم التزام به للإنسان البسيط. لما الدولة تتبنى هذه المنظومة من خلال الاشتراكات للقادرين وتغطي الغير قادرين بمنظومة متكاملة وجه بيها ست رئيس انها تطبق في 6 محافظات في المرحلة الاولى، وان شاء الله وجهنا في الجلسة الافتتاحية بالاستعداد للتطبيق في المنظومة الثانية. كل دي تحديات كبيرة جدا. من الاهداف الرئيسية لهذا المؤتمر تحسين السياسة السكانية في مصر وفي دول الشرق الاوسط. هذا الامر غاية في الاهمية. هناك جوانب عدة أجريت فيها أبحاث في دول العالم قاطبة، فهذا المؤتمر يعد استخلاص لعصارة الفكر العالمي في السياسة السكانية وكيفية تحسينها. الهيئة عندنا احنا شاركنا في اطلاق استراتيجية الصحة اللي اطلقها معالي وزير الصحة والسكان. الاستراتيجية الخاصة بالصحة هي استراتيجية في الاخر بنوصل بيها ان احنا بنعالج المواطنين في مصر، او عايزين نوصل ان احنا نعالج المواطنين في كل مصر على اعلى المعايير الدولية، ويمكن ده في منظومة التأمين الصحي الشامل اللي احنا بدأنا المرحلة الاولى في 6 محافظات. النهارده احنا الهيئه اصدرت 7 كتب معايير، المعايير دي معتمده دوليا من الجمعيه الدوليه لجوده الرعايه الصحيه. المعايير دي في الجزء الخاص بالرعايه الاوليه ركزت جامد على السكان، قضيه السكان وعلى الامومه والطفوله وعلى رفع جوده الخدمات الصحيه اللي بتقدم للمواطنين. مبادرات 100 مليون صحه بجمهوريه مصر العربيه، سواء كانت مبادره صحه المراه بالنسبه لمكافحه سرطانات الثدي والكشف المبكر عن سرطانات عنق الرحم، نثمن هالشيء سرطانات البروستاتا بالنسبه للرجال، هاي كلها سلوكيات الصحيه الافراد اللي ممكن يساعدون في تحسين المبادره. تحسين المبادره الاسر والافراد مسؤولين. لا نتكلم فقط عن العلاج، مبادره 100 مليون صحه نتكلم كلنا نتكاتف ان نحسن صحه الانسان المصري او المقيمين على مصر.